أنا اسمي فريدي وودمان، يمكن ما كنتش من أسبوع سمعت عني قبل كده، بس دلوقتي غالباً عارف اسمي لأن حارس نيوكاسل المسكين اللي رونالدو سجل فيه جولين في أول ماتش بعد عودته لمانشستر يونايتد عشان احتفال سي يزور لأول مرة أولد ترافورد. 12 سنة غابهم رونالدو عن مانشستر، وعلشان حظ الوحش أكون أول حارس منافس ليونايتد بعد عودته، وسكريبت الكرة بيقول إن رونالدو لازم يسجل في أولد ترافورد عشان الكل في الملعب يكونوا مبسوطين إلا أنا. شفت وش السير أليكس فيركسون نور إزاي وهو بيشوف ابنه بتيشيرت يونايتد تاني وبيسجل في أولد ترافورد؟ أنا كنت جامع للكرات في كريستال بالاس قبل ما أكون حارس مرمى، وما شفتش رونالدو في الملعب غير مرة واحدة بس في 2005، وقتها تعادلنا مع مانشستر يونايتد 0-0، وكنت مبسوط جداً ومفكر إن الحكاية خلصت لما رونالدو انتقل لريال مدريد من غير ما يفوز أو يسجل في كريستال بالاس. بس ما كنتش أعرف إن رونالدو هيرجع تاني في 2021 علشان ينتقم مني، وأنا حارس نيوكاسل المرة دي وفي أول موسم ليا في الدوري الإنجليزي. حذروني قبل الماتش إن أول هاتريك سجله رونالدو في الدوري الإنجليزي كان في نيوكاسل، وده زود قلقي من مواجهته، ومش عارف أعتبر إنه سجل جولين بس إنجاز ولا إيه. لو افترضنا انه كده كده كان هيسجل يعني، طبعا الناس كلها بتقول ان السبب في الجول الاول لان الكرة وقعت من ايدي قدام رونالدو، بس مين كان يقول انه هيتوقع وقوعها بالشكل ده ويتحرك علشان يخطفها ويسجل؟ وليه برضو ما تقعش غير قدام رونالدو؟ قريت تعليق لواحد على تويتر بيقول ان فريدي وودمان اكيد عامل رونالدو كابتن في فريق الفانتازي بتاعه، وبصراحة عنده حق. انتم عارفين ان كنت سبب في سعادة 1,260,000 شخص كابتن رونالدو في الفانتازي؟ بالمناسبة انا مش حارس وحش، انا كسبت كاس العالم للشباب مع منتخب انجلترا في 2017، وكنت كمان افضل حارس في البطولة، يعني مش بعيد تلاقيني حارس منتخب انجلترا الاول بعد كام سنة. بس اللعب ضد رونالدو غير اي مواجهة قابلتها في حياتي. مش عارف ازاي توقع ان تسديدة جرينوود هتخبط في رجل المدافع وما اقدرش امسكها، وبدأ يتحرك ويهرب من رقابة بالشكل ده ويسجل. مش عارف ازاي قدر وهو عمره 36 سنة يكون اسرع من اتنين من مدافعينا ويسيبوا الوحش ده ويواجهني لوحدي، وفي الاخر يقوله وودمان هو اللي ما صدش. كان لازم اسمع نصيحة جدي زمان لما طلب مني العب مهاجم وما كنش حارس مرمى، عشان المهاجمين بيسجلوا والجمهور بيغني بأسمائهم وبيكسبوا فلوس أكتر، بس ما قاليش إن كمان الحارس لما بيتعرف اسمه بيكون بسبب إن رونالدو بيسجل فيه.